قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قصف مواقع في محافظة الحديدة الساحلية. وقالت مصادر مقربة للتحالف إنه بات يسيطر على مساحة كبيرة من المحافظة بموازاة استمرار قصف مواقع لحركة أنصار الله الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء. فيما قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني اليمني يهيئ لنصر وطني عام وشامل مما يعجل بنهاية الحرب وتحقيق السلام في اليمن. كما وأكدت مصادر يمنية أن الأمم المتحدة تلقت رسائل من الحوثيين تفيد بأنهم باتوا جاهزين لعملية السلام والانسحاب من المدن وتسليم السلاح إلى الدولة. فصل جديد من فصول الحرب المستعرة في اليمن تتحدث عنه وسائل الإعلام المعارضة للحوثيين، والذين وفقا لتلك المصادر باتوا يخسرون أهم مواقعهم في اليمن. فجبهة الساحل الغربي واحدة من أهم الجبهات، وذلك يعود للأهمية الاستراتيجية للمنطقة وتأثيرها على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. تدور فيها الآن أهم المعارك. قوات التحالف العربي تقول إن حلفائها سيطروا على معظم محافظة الحديدة، الأمر الذي نفاه الحوثيون، وإن كان زعيمهم عبد الملك الحوثي أقر بشراسة المعركة هناك معتبرا إياها معركة لحساب واشنطن يخوضها مرتزقة. إلى ذلك يواصل طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية يواصل شن غاراته على العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى. قبل المغرب 4 إلى 3 دقائق تم استهداف المحطة النموذجية التابعة لشركة النفط بثلاث غارات، والرابعة سقطت يعني في الخط الثاني، مما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص و11 جريح. وقبل وصولنا نحن طاقم الإنقاذ والإطفاء استهدف الطيران محاولة استهداف للمسعفين اللي كانوا بيسعفوا الجرحى فوق 2 سيارات. حرب اليمن المتواصلة أصبح المراقبون يطلقون عليها حرب الجبهات الراكدة، حيث يتمسك كل طرف بمواقعه دون تقدم أو تراجع. وإذا ما حققت القوات المدعومة من التحالف اختراقا حقيقيا على جبهة الساحل، ربما يؤدي ذلك إلى التعجيل في حسم الأمور وإنهاء الحرب.